طيب يا شباب، بتكلم عن طريقة تفريم شخصية دانتي. طبعا عندنا مهمة جديدة نزلت، تقدر تشوفها من النافيجيشن عندك بالسفينة. في عندنا اللي هي مهمة هنا موجودة، هذه هي المهمة الجديدة اللي نزلت، اللي هي مهمة ديسربشن. تمام، طبعا يفضل انك تلعبها في ستيل بات. ليش؟ لانها تعطيك مبالغ اكثر، يعني تعطيك العملة الخاصة بالقطعة اللي تشتري فيها الشخصية، تعطيك اكثر، تعطيك على 5 وعلى 6 نقاط. فالافضل تلعبها ستيل بات اذا كان ما عندك يعني امكانيه، العبها في المهمات العاديه، هذه على حسب اجتهادك. طيب بعد ما تلعب هنا في المهمه دي، تروح عند لويد، راح تلقى عنده اختيار جديد، هذا هو الاختيار، تمام، خاص بدانتي زي ما تشوفوا. تضغط عليه راح تطلع لك الشخصيه، تشتريها من عنده. وكل شخص، كل قطعه لها سعر مختلف، كل قطعه لها سعر مختلف، تمام. ومنها سلاح ميلي، وعندنا هنا سلاح سكندري، وعندنا هنا سلاح ميلي. هذه هي القطع يا شباب، وهذه هي طريقة التفريم. راح اوريكم البلدات اللي انا لعبت فيها. طبعا البلدات ما تعتبر مرة قوية، وراح نسويها ان شاء الله بعدين نشوف لها بلدات مناسبة. راح ادخل جيم كده على السريع واوريكم ايش افضل البلدات اللي انا لعبت فيها ومشيتني وقدرت افرم فيها الحمد لله، ولعبت برضو مع الزملاء وقدرنا نختم فيها ونجيبها باذن الله عز وجل. فراح اوريكم البلدات اللي انا لعبت فيها اليوم، وتشوفوا كيف طريقة اللعب. راح ادخل سولو ان شاء الله. هذا هو البلد حق الشخصية يا شباب، اخترت شخصية ريفيننت، طبعا مركب عليها ابيلتي زاكو. احتمال احتمال مع الايام راح اغيرها ابيلتي راينو، لاني لاحظت ان ابيلتي زاكو احيانا يشتغل واحيانا ما يشتغل، تمام. فهذا هو، تمام. بالنسبة للبرايمري سلاح كورنون اكيد. الخليط اللي حطيته يا شباب اللي هو راديشن وكروسيف، راديشن وكروسيف، تمام. هذا هو البلد اللي انا لعبت فيه، وريفن اللي عندي فيه كريتيكال شانس وكريتيكال دامج، وسويت بيلد خاص في المهمات هذه زي ما تشوفوا. فهذا البيلد مخصص للمهمات دي، تمام. السلاح الثاني اللي لعبت فيه اللي هو الابيتاف، عشان العناصر وعشان التلاعب فيها بالاركين هذه، وتكلمنا عن هذا السلاح قبل كده ووضحنا كل التفاصيل الخاصه فيه. اما الميلي اللي لعبت فيه اللي هو الدول اكور، وهذا هو البيلد زي ما تشوفوا قدامكم. اللي عندي ريفن فيه كريتيكال شانس كريتيكال دامج وستاتس شانس والكتريك، عشان اقدر استفيد من خاصية الدمج الموجودة في هذه الاركين. وهذا هو البلدات باختصار. المرافق اخذت معايا هيليوس عشان يصور لي كل الانمي الجديدين الموجودين في اللعبة، فنصيحة لكل واحد لسه ما كمل تفريم الشخصية ياخذ معاه هيليوس، لانه اكيد بيظهر له انمي جديد فتحتاج انك تصور عندك الكودكس، فعشان كذا انا استخدمت هيليوس ولعبت فيه، تمام. راح ادخل الحين جيم سريع واخلص فيه باونتي واحد، وبعدين ان شاء الله نكمل بقيه الاحداث الخاصه بهذا التحديث باذن الله عز وجل. عليكم السلام، هلا والله جايده. ابيليتي ميراج سووا له نيرف، سووا له تغيير صحيح. طيب خلينا نبدا يا شباب، عشان بس تشوفوا البلد ممكن يكون في اسلحه افضل. للامانه عشان تكون الصوره واضحه، افضل سلاح لعبنا فيه انا والشباب وشفناه ممتاز اللي هو المايتر، المايتر ان كورنر كان مره قوي عليهم. بس انا زي ما قلت من الاسلحه اللي كان يتعبني في الشحن، لكنه هو سلاح مره فتاك، مره فتاك عليهم. فاذا كان عندك المايتر انكورنن ترى راح تفرم هنا وانت مروق، تمام. فخلونا نبدا نشحن يا اخوان، نكمل. اوكي كمان، حلو، نعم. من الاشياء اللي سهلوها في الجيم انه لما تركب المفتاح على طول يبين لك وين مكان الديميليس تبعهم اللي هو النكروميك، فما تضيع وانت تدور عليه، على طول تقدر تلقاه. فالحين بس نبغى مفتاح وتشوف العلامه على طول. ايوه هذا المفتاح، شوف الان لما اركبه على طول تظهر لي العلامه حقت النكروميك، تمام. شوف الان، شوف العلامه على طول طلع لي من هنا، ما هو زي الديسربشن الثانيين تقول تدور عليه. عموما خلينا نبطئ الان، شوف الان بطأناه، تمام. هذا بالابيتاف، الان قاعد اطلق عليه بالابيتاف عشان ايش؟ العناصر تطلع لي فوق، فكل ما تكثر عليه اكثر كل ما يكون افضل. نشغل ابيلتي زاكو ونعطيه، تمام. هذا الاول خلصنا عليه، وزي ما قلت سلاح المايتر اقوى من سلاحي كتجربه، وشفناها بعيننا يعني امس مع الزملاء. بس انا المايتر ما ناسبني، فحبيت اعطيكم بلدي واقول لكم افضل سلاح انا شفته، فممكن يكون تقدر تلعب في السلاح احسن مني وتستخدمه. نشوف اللي بعده. عليكم السلام، هلا احمد، يا مرحبا والله. طيب هذا المفتاح الثاني شباب. طيب هذا الانمي يا شباب يسرق المفاتيح، شايفينه؟ هذا الانمي يسرق المفاتيح، فيفضل انك تاخذ المفتاح بسرعه من الارض قبل يختفي، وثاني شيء حاول انك تقتله لانه احتمال يطلع منه مفتاح. فهمتوا؟ فللتوضيح. طيب هنا النكروميك زي ما تشوفوا طلع لنا،
كالعادة نطلق عليه بالإبيتاف وبعدين نعطي فين وفين ومن هنا. طبعا هذا البنويدو البنويدو لاحظت انه اضعف من البايدريج، البايدريج اقوى، فكذا ايزي لحد الان الجيم. نشوف مفتاح ثاني نكمل، ان البيلد جيد صراحه ويخلص لك المهمه بالراحه، بس يبغى لك تتعلم كيف تستخدم الاسلحه. الابيتاف كل ما تكثر عناصر فوق اكثر كل ما يكون دمجك افضل. في شغله ثانيه برضو لاحظتها في البايدريج هذا الدمجست، انه احيانا لما دمج هيد شوت ما يتدمج، فهمتوا؟ فايش اسوي؟ احول على الكتوب، فاذا كان شفت انه ما تدمج معك حول على الكتوب وابدا اطلق عليه، فهمتوا؟ خلينا بس ننفك من هذا اللي فوق هنا، تمام ما جاء. خلصنا الثالث وهذا المفتاح الرابع، ونكون كذا خلصنا الباونتي ايزي ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرب؟ مش عرب، اربتيشن ولا قصدك تسأل ان احنا عرب؟ يس احنا عرب. وسلامتكم، هذا هو البلد اللي انا لعبت فيه وطريقة تفريمه مرة سهلة، وكانت تطلع لي برضه قطع الشخصية لما العب تطلع لك احيانا من قطع من نفس الشخصية. انا ما طلع لي صراحة اي شيء من السلاح، ما ادري اذا كان طلع لاحد منكم، لكن انا طلعت لي قطعة الشخصية وقفلتها في المهمة بشكل طبيعي. طبعا يا شباب هذا كل شيء عن طريقة تفريم دانتي، تجيبه عند لويد، وهذه البلدات اللي انا لعبت فيها، وزي ما شفتوها قدام عينكم بلدات صراحة مريحة مرة، لكن اكيد بيكون في بلدات افضل. وزي ما قلت افضل سلاح احنا جربناه وكان ممتاز معانا اللي هو سلاح المايتر، هذا السلاح طبعا مايتر انكورنر كان مرة قوي، اقوى سلاح شفته في ضدهم اللي هو هذا السلاح يا شباب. فاللي عنده السلاح ويقدر يسويه او عنده الريبن ممتاز ويحب يلعب فيه، فالسلاح هذا فعلا قوي. فين هذا السلاح؟ انكورنر، لازم يكون انكورنر، تمام. بس انا ما لعبت فيه لانه شحنه مزعج بالنسبة لي، لكن بعض الناس تفضل تلعب فيه لانهم يستخدمونه في الكاب، فهذا سلاح مرة قوي.